حبيباتي، كيف دايرين؟ كيف عاملين نتوما؟ مرحبا بكم ان شاء الله في القناه ديالي وفي المطبخ ديالي ملح وسكر. اليوم ان شاء الله كيف كتشوفوا امامكم عندنا طبق كيشهي اللي هما مسمنات في الفران هشاش ولذات وتيجيو طريين بزاف وما فيهمش بزاف ديال الزيت، تفاديا للزبده الكثيره والزيت. اختاريت اليوم نقدم لكم هاد المسمنات على شكل شنك كيدخلوا للفران باش نتفاداو شويه الزيت والقلي. وهذا ما كان يعني هاد الوصفه هذه رائعه جدا وهشيشه كيف ما غادي تتابعوا معايا من الاول حتى الاخر. نتمنى ان شاء الله ترقكم هاد الوصفه وتعجبكم، واللي باقي ما اشتركش معانا في القناه ودخل للقناه هكذا صدفه يشترك مرحبا به. نرحب بكل الاخوات الجدد والاخوان كذلك، وايضا تفعلوا هذاك الجرس باش يوصلكم دائما الجديد ديالي من الحلويات ومن الوصفات الجديده ديال 2018. نتمنى ان شاء الله هاد الوصفه ترقكم وتنال رضاكم وتعجبكم طبعا. وبلا ما نطول عليكم يلا نشوفوا الطريقه كيفاش غادي نصنع هاد المسمنات هادو اللي كيدخلوا للفران. وتبارك الله عليكم وان شاء الله تتبعوا معايا المقادير كيف ما غادي نقدمها لكم، ونتمنى لكم ان شاء الله فرجه ممتعه. مرحبا بكم في قناتي ملح وسكر في المطبخ ديالي. اليوم غادي نحضروا ونهيئوا مع بعض مسمنات كيجيو هشاش ديال الفران وكيجيو لو غوتي، ولا جاو عندكم الضياف توجدوهم. هاد المسمنات ساهلين وكما نقولوا ماهلين، معني ما فيهمش مقادير كثيره وما صعابينش حتى في التحضير. اذا نشرعوا على بركه الله غادي نقدموا المقادير. عندي هنا واحد المعلقه صغيره عامره ديال الخميره ديال الخبز اللي ذوبتها في شويه ديال الملح، عفوا شويه ديال السكر مع الحليب. عندي هنايا معلقه الملحه، غادي ندير الملحه. وعندي هنايا واحد الخنيشه ديال الخميره ديال الحلوه، بيضه وحده، معلقه كبيره ديال السكر، حبيبات. عندي 4 كاس ديال الزيت، عندي واحد سكر فانيليا، وعندي الدقيق هي وما جمعت. وبطبيعه الحال كنوجدوا واحد الربع ديال الحليب، 250 مليلتر ديال الحليب اللي كنا سبقنا سخناه شويه ولا دفيناه باش غادي نعجنوا هاد العجينه هذه. ونشرعوا على بركه الله غادي نحضروها بسرعه، ما كتكلفش يعني وما كتعذبناش. غادي ناخذوا اولا ناخذوا هذيك البيضه نعملوها، بسم الله نعملوها هكذا في واحد لو بول فاش غادي نخدموا. السكر هكذا ديال الفاني، غادي نعملو قلنا السكر، هنا عندي سكر سنيده غادي ندير معلقه كبيره لان هاد المعلقه ما عمرش بزاف. غادي نعملو الملحه من بعد مع الدقيق، غادي نديرو هكذا نعملو فيه المليحه ديالنا هكا على حسب ما تلددنا هاد العجينه هادي باش ما تجيناش باسله. وعندي هنايا الخميره ديال الحلوه حتى هي، غادي نخلط هكذا شويه شد الدقيق صافي. وغادي نفرغ ديك الخميره ديال الحلوه صافي. ناخذ هذيك الزيت بسم الله، غادي نبقى كنخلط هكذا البيضه مع الزيت، وغادي نضيف الحليب ونضيف الخميره اللي عندي طلعت. غادي نخلطو، نضيفو الحليب شويه بشويه باش ما يطيب ليناش ديك الطبلينه داك البيضه هكذا. محدو هكذا سخيخن ودافي باش تطلع لينا العجين صافي. غادي نضيف هذيك الخماره اللي عندي طلعت كيف كتشوفوا، بسم الله نديروها كامله صافي. وغادي نبقى نضيف الدقيق شويه بشويه وانا تنخلط حتى نحصل على واحد العجينه. غادي نزول هاد الفوي بسم الله، غادي نخلط الان باليد ديالي هكذا حتى تجمع لي العجينه بسم الله هكذا. غادي نبقى كندور ملي غادي تلملي
واحد الساعات غادي نشوفوها كيف جات حتى كتجمع هكذا بحال كنجمعوا الخبز عادي ونتلاقاو باش ما نطولش عليكم. غادي نجمعها حتى يعني تكور تعمل كويره هكذاك دايره صافي وغادي نتلاقاو. خليت لكم هنا المرحله الاخيره ديال جميع العجين. ان فوا كتبدا كتجمع لنا العجينه صافي كنحبسو من الدقيق يعني كتجي هكذا رطبه صافي. غادي نخليها ترتاح في هاد لو بول بعدا ديالها اللي عجنتها فيه عنده الغطيوه. غادي ندلكوها هكذا شي شويه باش الا كانت بقات شي بقايا ديال الدقيق صافي كتدخل في العجينه هكذا صافي. راه بقى سخيخنا هكذا في يدي صافي على هاد الشكل. غادي نخليها تطلع تخلط نغطيها على هاد الطريقه هادي ونخليها يضاعف الحجم ديالها هكذا غير طلع واحد شويه ونطلقوا باش نشوفوا كيفاش غادي نقسموها معايا. نشوفوا هاد العجينه ديالنا راها طلعت هانتوما كتشوفوا طلعت شي شويه خمرات صافي. غادي نزولوها من هاد لو بول ديالها دردرو هكذا واحد شويه ديال المايزينا من التحت باش ما تلصقليش صافي. وغادي نقطعها على حصص نوجدوا واحد المدلك بسم الله نقطعوا الحصه الاولى هكذا نديروا المايزينا هكذا من التحت جوج ستة غادي ندير ستة وغادي نقادهم يعني غادي نقاد هاد الكريسات هادو ونخليهم يرتاحوا واحد شوية ديك الساعات غادي نتلاقاو باش نوريكم كيفاش غادي نسرحوهم. نجيب لهم واحد طرشونة اولا كتانة باش غادي نخليهم هكذا دافيين يساعدوني على على الحلان ديالهم بالمدلك. هيا بعد ما قرصت الكريسات ديالي ها هما دو ستة نوريكم خصنا نغطيوهم باش ما يبردوش لينا صافي. وغادي نقبطو الاولى دائما ندردرو هذيك المايزينا من الفوق صافي. وغادي نبقاو نسرحوهم كل وحده بوحديتها صافي حتى نكملو هذوك الستة هكا على هذا الشكل نرققوهم ونعطيوهم شكل يعني قرص كبير هكا بالمايزينا راه دغيا كيتسرحوا هكذا. اللي سرحناها غادي نحطوها في شي بلاطو اولا هكذا حدانا كنسرحوا فيها صافي. ونتلاقاو باش نشوفوا المرحله الاخرى بعد ما نسرحوا كل وحده على حيده كيفاش غادي نعملوا لهم. هانتوما كتشوفوا نوريكم هي كتسرح هكذا خصنا مازال نسرحوها مزيان نرققوها على هذا الشكل هكذا ونحطوها جانبا نحطوها هكذا فوق شي بلاطو اولا شي هكذا شي توب ديال الخبز هكذا حتى نكملوا كلشي. هيا بعد ما انتهيت من التسريح ديال دوك سته ديال الكريسات هذه الاولى كيف كتشوفوا الثانيه هذه الثالثه الرابعه والخامسه وهذه الاخيره السادسه. دابا غادي نديروا عليها دائما ندردرو هكذا المايزينا بكميه وفيره هكذا صافي. غادي نوليو نسرحوها باش تسرح لنا مزيان هكذا على هذا الشكل وحتى من التحت باش ما تلصق لينا هكذا. غادي نبقاو كنسرحوها مليح هكذا نعطيوها التسراح هكذا باش غادي تساعدنا اكثر هكذا باش يتلاصقوا حتى هذوك
الطبقات غادي يتلاصقوا مع بعضهم. وغادي تجينا خبزة كبيرة. في هاد الساعة هادي غادي نبداو ندوروها بحال الشكل ديال الشناك. انتوما كتشوفوا على هاد الشكل غادي نبقاو ندوروه حنا كنزيرو صافي حتى نوصلوا للراس ديال هاد الدائرة هادي. هكذا نكملوها على هاد الشكل نجروها لعندنا لهاد الطريقة هادي. ناخذ واحد السكين بعد ما نحضروا واحد لاطا ديالنا فاش غادي نحطوهم. هكذا غادي نبداو نقطعوا الطريفات ديالنا ديال هاد الشناك هادو ونحطوهم على هاد الشكل في القياس على هاد الشكل هذا صافي حتى نكملوا داك لو بودان كامل. نمشيو على هاد الشكل انا مغطياته هكذا لان الحال بارد كيف كتشوفوا باش ما تبرد لياش العجينه. ونتلاقاو بعد ما هكذا كان نقطعوا كل وحده على حيده كان نقبطوها على هذا الشكل وكان نضغطوا عليها غير شويه هكذا بالمدلك غير هكذا بشويه بالمدلك هكا باش نعطيوها شكل دائري صافي. الا طلعت لنا هذه بطبيعه الحال كتطلع لان المايزينا كتخليها هكذا كتورق صافي. وكنحطوها هكذا في اللاطة صافي. غادي نمشي بنفس الطريقه حتى نكمل ونوريكم كيفاش غادي ندهنوهم. على هذا الشكل صافي. وغادي نحطهم هكذا في اللاطة باش غادي يخمروا لينا. الكريسات ديالي كيجيو على هذا الشكل بعد ما غادي نخليهم يخمروا واحد شويه يطلعوا ديك الساعات غادي ندهنهم هكذا بواحد الزبيده يعني مذوبه صافي. ندهن لهم الوجه الفران غادي نسخنوا غادي نطيبهم كيف كنطيبوا الخبز يعني نطيبهم من تحت ومن بعد نحمر لهم الوجه ديالهم صافي. وديك الساعات ملي غادي يخرجوا غادي نديروا لهم العسيله ونقدموهم هكذا في صحن التقديم. دابا ما يمكن لياش ندهنهم بالزبده لانني غادي ندير لهم هكذا واحد المنديل باش يخمروا ليا ويطلعوا ديك الساعات حتى يطلعوا ليا واحد الشويه عاد غادي ندهنهم وندخلهم الفران. يكون عندي الفران بطبيعه الحال يكون سخون صافي. ونتلاقاو باش نشوفوهم ان شاء الله بعد ما يخرجوا لينا من الفران. شوفوا حبيباتي بعد ما خرجت المسيمنات ديالي من الفران كيجي المنظر ديالهم هكذا تيشهي هانتوما كتشوفوا. وديك الدوره ديال لي تور اللي كنا درنا ديال دوك الكريسات بسته
صافي الان غادي كنحضروا واحد العسيله هكذا سخيخنه، وغادي نبداو كندهنوا لهم الوجه ديالهم مزيان هكذا. بسم الله كندهنهم غير هكذا بالشيته بلا ما نغطسوهم كاملين هكذا، وتنحطوهم في الطبق ديال التقديم. بعد ما كان هكذا كنحمروا واحد شويه ديال اللوز افيلي او الكاوكاو افيلي صافي، وغادي نبقاو كنزينوهم هكذا على هاد الشكل كيف كتشوفوا نتوما، كيجيو تبارك الله هشاش وطريين بهذيك لا مايزينا اللي كنا استعملنا. اذا بنفس الطريقه غادي نكمل هكذا، تنبقاو يعني كنديروا كميه مزيانه ديال العسل في الوجه ديالها ديالهم صافي هكذا، وكنعملوا شويه ديال اللوز ايفيلي على الوجه وتنحطهم في الطبق ديال التقديم هكذا. غادي نستمر نكمل دوك الحبيبات ديالي كاملين ونتلاقاو باش نشوفوا كيفاش جا المنظر ديالهم في الطبق ديال التقديم باش نقدموهم لوليداتنا هكذا في لو غوتي ولا في الضيوف اولا جا شي واحد هكذا بغى يجي عندنا يعشي معنا العشيه ديالنا. اذا هذا ما كان، ونتلاقاو ان شاء الله باش نشوفوا شكلهم النهائي في الطبق كيف قلت لكم. حبيباتي بعد ما عملت هاد المسمنات في طبق ديال التقديم كيجي المنظر ديالهم هكذا كيشهي، تتقدموهم على الكويس داتاي او لاد القهوه لوليداتكم والضيوف ديالكم. هاد الشنيكات او هاد المسمنات اللي في الفران كيجيو على شكل شنك كيف قلت لكم، وتيكونوا هشاشين ورطبين. ان شاء الله نتمنى انكم تجربوهم وتردوا عليا الخبر. كيجيو لذاد بسم الله. غادي ناخذ واحد الوحيده هذه اللي كانت بقات لي، غادي ناكلها باش غادي نشوف المذاق ديالها كيف جا والطراوه ديالها. بسم الله رائعين تبارك الله وزوينين، ما نقولكمش عليهم. ان شاء الله تجربوهم في البيوت ديالكم، ونتمنى لكم شهيه طيبه. وكنعتذر على انني كناكل قدامكم وانتم يعني كتشوفوني او كتسمعوني. اذا نتمنى لكم ان شاء الله شهيه طيبه، والى فيديو اخر وصفه اخرى بحول الله.